وايه الدوافع اللي ممكن تدفعه لده، وايه نقول الرساله الاخيره اللي انت بتوجهها له النهارده اللي شايف اللي بياخدوا الاستروكس اغلبهم للاسف الشديد اطفال صغيرين. جميل. بقى جايبين لي عيل 13 سنه او 12 سنه، يا ابني ده انت لسه المفروض شايل منك الرضاعه من سنتين. اصل باخد استروكس يا دكتور. طب انت ايه اللي عرفك؟ اصل بيتباع عندنا في الشارع. ما انت هو عارف ان هو بيتباع فخده وخلاص. انا خدته. طب خدته، شفت المنظر اللي انت عليه؟ ما طبعا يقول لك ما انا مش حاسس، بس بفصل. شوف عيل صغير بيقول لك ايه بفصل، ايه يا ابني انت ايه اللي استفدته من الفصلان ده؟ فالنهارده انت عشت طفولتك، النهارده المخدر اللي انت بتروح اليه ده عارف النتيجه بتاعته. يعني بدل ما تقول لي انا عايز اجيب شوكولاتايه ولا عايز اكل باكو بسكوت ولا اشتري لي قميص جديد، انت بتسرق اهلك بتسرق بيتك، تروح تسرق من ناس بره وتقبض عليك عشان تروح تجيب مخدر تديه لواحد تاجر، تدي له المخدر يديك حاجه بيضيع تاثيرها بعد 4-5 ساعات. وبعدين انا اسف، انت استفدت ايه؟ الاستفاده الفعليه يعني اي مدمن لما يجي لي العياده يقول لك مثلا انا كنت ماشي كويس وخدت، وانا محرج والله يا دكتور ومكسوف جدا. يا ابني مكسوف ليه؟ استفدت ايه؟ والله العظيم ما استفدت حاجه، ده اللي خلاني جيت جري ان انا ما استفدتش. طب خدت ليه؟ حسيت ان في رغبه، كنا زمان بنسميها ري ريليشن، في ايرا كده بتسحبني للمخدر بس دي مع البودره، في علاقه جذب بتشدني المخدر وانا يعني غصب عني بروح دي. بنقول له طب يا حبيبي لما انت بتحس بيها انا هديك حاجه عند اللزوم، هتاخدها، هتلاقي الرغبه دي راحت. تمام. مره في الثانيه في الثالثه القصه دي اختفت، الرغبه دي او الايرا او الري ريليشن دي كلها اختفت. تمام. فالنهارده بقول والله العلاج سهل، انت بس انوي، قول انا عايز القرار وبكل المصاريف. الموضوع مش موضوع مادي.